بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة بسان والكرة. نلتقي في عدد جديد فيه كثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل بقاع العالم. البداية بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. نبدأ بأخبار محترفين على أن تكون أخبار المنتخب في الجزء الثاني من الفيديو، والبداية بأندي ديلور، حيث راجت بعض الأخبار مؤخرا عن رفضه القدوم للمنتخب متحججا بأنه مصاب أو غير جاهز. الصحفي الفرنسي محمد طباش، والمقرب جدا من مونبلي وأندي ديلور، هو أول من أكد استدعاءه للكان، قال أن كل الأخبار المروجة كذب في كذب، وأن ديلور لم ولن يتأخر يوما عن القيام بواجبه، أما عن الإصابة فهي حقيقية بحسبه. رغم كل الشائعات التي تدور من حوله بخصوص رفضه لدخول تربص الخضر، إلا أن لاعب مونبلي أندي ديلور يكون قد نسف ذلك. أندي وضع هذه الصورة على حسابه في انستغرام مع عبارة آلي ميدي زاد، إن شاء الله ديلور سيكون حاضرا في التربص المقبل. أشاد المدير الرياضي لنادي كروتوني جوسيبي أورسينو كثيرا بلاعبه الجزائري أدمو الناس، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الكوريري دولو سبور الشهيرة اليوم الجمعة. أورسينو قال أنه الناس لاعب مميز ومفيد ومتعدد المناصب أيضا، والدليل أنه تألق في منصب مهاجم ثاني رغم أنه لم يلعب هناك سابقا إلا نادرا. أما عن توهجه غير الطبيعي منذ وصوله لكروتوني، فقال المدير الرياضي للنادي أن الأمر عائد لبيئة كروتوني التي تساعد اللاعبين الشباب على التألق، حيث كشف أن والناس ليس اللاعب الوحيد الذي وجد ضالته، فهناك لاعبين أو ثلاثة آخرين. بعد مستواه الخارق للعادة في لقاءات شهر مارس الحالي، تمكن لاعب الخضر رياض محرز من حجز مكان في قائمة المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. محرز تمكن من تقديم مستوى كبير وبصم على 3 أهداف في لقاءات ولفرهامبتون وساوثامبتون، وقاد فريقه لتقديم أفضل المستويات، وهذا ما جعله وما جعل ترشيحه أمر أكثر من عادي. محرز الذي لم يسبق له الفوز بهذه الجائزة سيكون في منافسة مباشرة مع نجوم كبار في البريمير ليج على غرار زميله إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر يونايتد لوك شو، لاعب توتنهام هاري كين، ولاعب ويست هام جيسي لينغارد وغيرهم. رابط التصويت في المصادر لمن يريد مساعدة محرز. وإذا كان محرز ينتظر، فإن زميله وحارس الخضر رايس وهاب مبولحي قد توج فعلا بجائزة حارس الشهر في الدوري السعودي، وهذا بحسب ما كشفت عنه الرابطة السعودية هناك. مبولحي عائد حديثا من الإصابة، لكن رغم ذلك تألق بشكل لافت. مبولحي لم يكن الجزائري الوحيد المتوج، حيث توج بجائزة لاعب الشهر مدافع ضمك والمنتخب الوطني سابقا فاروق شافعي. فاروق قدم مستوى كبير جدا، ويكفي أنه سجل هاتريك في لقاء أبها الأخير. أنهى الناخب الوطني جمال بلماضي الجدل ووضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبله مع المنتخب الجزائري. بلماضي وفي تصريحات للصحفيين صباح اليوم الجمعة فور عودته للجزائر أكد أن أخبار رحيله كلها كاذبة، وأنه مستمر مع الخضر لأنه يملك مشروع وهدف لن يحيد عن تجسيده، ويقصد هنا التأهل للمونديال. بلماضي عاد مرة أخرى وفتح قوس الصراعات الدائرة في محيط المنتخب بين الفاف والوزارة، وقال أنه ليس رجل سياسة ليتكلم فيها، لكنه رجل عمل ولديه هدف وهو مركز عليه، مشيرا إلى أنه يجب إبعاد المنتخب الوطني عن كل هذه الصراعات. رسائل بلماضي كانت قوية هذه المرة، حيث قال أنه لا يجب أن يوضع الشعب الجزائري ومنتخبه رهينة هذه الصراعات، ويجب الحذر كثيرا لأن الخضر مقبلون على تصفية كأس العالم ولا يجب أن تمس حظوظهم. بلماضي هنا يكون قد أشار بوضوح لإمكانية معاقبة الخضر من طرف الفيفا بسبب الصراع الدائر بين الفاف والوزارة. ما رأيكم في تصريحات بلماضي؟ وهل تراه وقف في صف طرف من الصراع على حساب الآخر، أم أنه أمسك العصا من الوسط؟ رغم عودته مع الخضر في رحلة لوزاكا الجزائر، إلا أن لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر الإماراتي مهدي عبيد لن يكون معنيا بلقاء بوتسوانا الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.
الناخب الوطني جمال بلماضي قام بتسريح اللاعب للعودة لناديه. عبيد لا يعاني من أي إصابة، ومبدئيا تم تسريحه بسبب اتفاق مسبق بين الفاف وناديه النصر. النصر سيلعب لقاءين مهمين في الأسبوع المقبل ضد كل من العين يوم الجمعة والأهلي يوم الثلاثاء. بخصوص الوضعية الصحية لرشيد غزال، رشيد مبدئيا لا يعاني من إصابة خطيرة، الأصداء القادمة من داخل بيت المنتخب تؤكد ذلك، لكن لا شيء أكيد. اللاعب يكون قد خضع اليوم لفحوصات معمقة. شخصيا أرشح مغادرته للمنتخب وعدم المشاركة ضد بوتسوانا. بخصوص عودته، لاحظت حين وصوله للمطار أنه كان يعرش، لم يكن لديه واقي كاحل حول الإصابة ولا حتى عكاز. تصرف أرى غريب جدا من طبيب المنتخب الذي لا يجب أن يجازف حتى يتأكد من أن الإصابة ليست خطيرة. كما كان منتظرا وأشرت إليه سابقا، حلت البعثة المصغرة للمنتخب الوطني والمتكونة من محرز، بن نصر، فيغولي، مندي وأيضا سعيد بن رحمة بأرض الوطن اليوم الجمعة، أين توجهت مباشرة للمركز التقني في سيدي موسى للدخول في تربص الخضر. هؤلاء اللاعبين كانوا قد أعفوا من دخول تربص الخضر يوم الاثنين الماضي لعدة أسباب، منها الإصابة وعدم الجاهزية لبن نصر وفيغولي واتفاق الفاف وأندية مندي وبن رحمة ومحرز لعدم قدرتهم على السفر لزامبيا. عبر الحارس الجزائري رئيس وهاب بولحي عن غضبه الكبير من الحكم بطريقة غير مباشرة، حيث نشر هذه الصورة للحكم وهو يحزم حذاء لاعب من زامبيا في صورة لانحيازه لهم. وإذا كان بولحي قد اختار الطريقة غير المباشرة، فإن زميله الدوخة اختار الطريقة المباشرة واحتج على التحكيم المهزلة بهذه الصورة، حيث وضع عبارة الحكام بدل منتخب زامبيا على لوح النتيجة وعبارة ماما أفريكا. كما تعلمون، احتفل الناخب الوطني جمال بلماضي بعيد ميلاده 45 يوم أمس. الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لم تنسى هذه الذكرى وأقامت احتفالية بسيطة للناخب الوطني بعد نهاية لقاء أمس. حضرها اللاعبون والأطقم الفنية والإدارية وأيضا الطبية. لفتة طيبة من طرف الفاف. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى. نلتقي في فيديو جديد وأخبار جديدة بداية من يوم غد. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أعجبكم. لمن يريد التعمق أكثر في أخبار اليوم ما عليه سوى النزول إلى صندوق الوصف كما اعتدنا دائما، ستجدون مصادر كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم. سلام.